مادة 8 تعتبر فوضى مصدرية وتشريعية ستخلق بلبلة الآن وفي المستقبل، ليس ضد المتقاضين المغاربة والأجانب، ولكن ضد ما هو أبعد، ضد الاستقرار، التنمية، الاستثمار، ضد مقومات دولة القانون. مادة 8 مكرر لا يمكن أن تعتبر كذلك لها وظيفة دفاع عن مصالح الخزينة ولا على المالية العمومية، لأنه كل هذه الإجراءات التي نظريا يمكن أن تكون مقبولة تصطدم بقوة الأحكام الواجبة تنفيذها والمنصوص عليها في الدستور، وتصطدم كذلك بالمساواة ليس فقط بين المتقاضين والمواطنين، ولكن المساواة في الحقوق والتي تعتبر الدولة والسلطات العمومية من واجباتها الحفاظ على هذه الحقوق وهذه المكاسب. فإذا المذهب الذي تدافع عنه المادة 8 هو مذهب يخالف كل المقومات، وإلغاءه ليس فيه إلغاء للمصلحة العامة، بل فيه تكريس لمصلحة عامة أقوى وأمتن، وهي سمعة القضاء وسمعة الأحكام القضائية. إذا هزلت الأحكام وهزل القضاء أصبحت الثقة فيه مفقودة، وأصبحنا نبحث عن بدائل. البدائل على احترام الأحكام القضائية هي الانتقام، هي السطو على الآخر، هي أخذ الحقوق بيد المتقاضين، في حين أن الحقوق تقررها الأحكام القضائية، ومن باب الاستقرار احترام الحقوق التي تقررها الأحكام. وحينما نصطدم بالمادة، تصطدم الأحكام بالمادة 8، سنفتح الباب على المجهول، والمجهول ما هو؟ هو أن الناس سيفقدون ثقتهم في القضاء، وسيفقدون ثقتهم في ما يعطيه القضاء، لأن الثقة والاحترام للقضاة واجب، ولكن القوة لأحكامه القضائية. فإذا احتمر القضاة وكانت أحكام القضاة غير منفذ، سنفقد الثقة في الجميع، أي في القضاة والمؤسسة القضائية. العديد من الناس ما يبقوش يلتجئوا للمحاكم، لأن العبرة ليست بصدور الأحكام، وإنما العبرة بتنفيذ الأحكام. فإذا لم تنفذ أو لم تنفذ إلا بعد مماطلة طويلة أو مجزأة، أصبحت مثلها مثل انعدامها. فيها كذلك عدم تشجيع الاستثمارات، إفلاس المقاولات التي صدرت لها صالح أحكام قضائية ضد الدولة بعدم تنفيذ أحكامها. وهذا من ناحية بعض الخطورات الواقعية والمنطقية. هناك خطورات أكبر من الناحية القانونية، إذ أنها ضرب للمقتضيات العديدة الموجودة في الدستور، ومنها المادة 126 التي ينص الدستور على أن الأحكام النهائية القضائية ملزمة للجميع بدون أي استثناء، منها مبدأ المساواة، ضرب مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، إذ أن الأحكام القضائية يجب أن تنفذ على الجميع سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو أشخاص بالقانون العام. ضرب هذا المبدأ.